دلوقتي هنروح لخدمة من خدمات هذا الصباح وهنتعرف على حالة الشوارع واستعراض للحالة المرورية في بث مباشر لكاميرا إكسترا نيوز من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور مع الزميلة ندى سرور. صباح الخير يا ندى. صباح الخير عليك يا سارة وعلى كل مشاهدي هذا الصباح. بصبح على حضراتكم جميعا من داخل غرفة الإدارة العامة للمرور بالجيزة، نرصد لحضراتكم الحالة المرورية في كافة شوارع وميادين القاهرة والجيزة من خلال هذه الشاشات بكاميرات مثبتة أعلى الطرق والكباري. دعونا نستعرض الحالة المرورية من خلال هذه الشاشات. دعونا نبدأ بكوبري صفت، يعني في سيولة مرورية في هذا الاتجاه المتجه نحو الدائري، يعني في انتظام في الحركة وفي سلاسة مرورية، وعكس الاتجاه الآخر المتجه نحو جامعة القاهرة ممكن يكون في تكدس سنة أو يعني ازدحام، لكن برضو في انتظام في الحركة ونقدر نقول إن متوسطة، حركة متوسطة، المرور هنا متحرك بانتظام. هننتقل وهنروح إلى طريق هو طريق الواحات، هذا الاتجاه المتجه القادم من الجيزة نحو أكتوبر، وده طريق الواحات، في سيولة وانتظام في الحركة، والاتجاه الآخر متجه من أكتوبر نحو الطريق السياحي في انتظام في الحركة، ونقدر نقول أن طريق الواحات مفهوش أي تكدس وفي انتظام في الحركة. ولسنا مكملين مع حضراتكم استعراض الحالة المرورية، هنروح لكوبري سفينكس، هذا الاتجاه المتجه نحو من القادم من القاهرة نحو أحمد عرابي، في سيولة وانتظام في الحركة، وهذا الاتجاه المتجه نحو 26 محور 26 في انتظام في الحركة، والاتجاه الآخر أيضا في انتظام في الحركة نحو كوبري 15 مايو. هننتقل نروح لكوبري مهم وهو كوبري السادس من أكتوبر، في انتظام في الحركة، يعني كوبري أكتوبر يعد شريان مهم بيربط بين محافظتي القاهرة والجيزة. لسه مكملين استعراض معاكم الحالة المرورية. كانت هذه جولتنا من داخل غرفة الإدارة العامة للمرور بالجيزة، ولكن قبل الانتهاء أحب أذكر حضراتكم بالالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بارتداء حزام الأمان، وأيضا عدم استخدام الهاتف المحمول وترك مسافة ما بين كل سيارة وأخرى. كانت هذه جولتنا سريعا من داخل غرفة الإدارة العامة، عودة مرة تانية إلى الاستوديو. بشكرك شكرا جزيلا الزميلة ندى سرور على هذه الجولة المرورية.